طيب، استمرارا لمسلسل الإهمال في المدارس، واللي ما بقاش يعني يفوت يوم إلا لما نشوف كارثة في مدرسة. آخرها كان حادثة حصلت في مدرسة 25 يناير عفوا في مركز كوم حمادة في البحيرة. الطفل وقع من الدور الثاني أثناء اليوم الدراسي، والمدرسة للأسف لشديد الأسف ما قدمتش اي اسعافات للطفل، وروحوه لاهله في توك توك، روحوه لاهله في توك توك وكان بينزف. اهي صورة هذا الطفل. وبعد ما اهله ودوه المستشفى اكتشفوا ان الطفل عنده نزيف في المخ. يعني حضراتكم متخيلين معانا الطفل او التلميذ ده يقع من الدور الثاني. وطيب خلوا والده يحكي. الأستاذ شكري سرحان والد الطفل. يا أستاذ شكري مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لنا إيه اللي حصل. حضرتك أنا قاعد في البيت يوم الاثنين اللي فات، لقيت ابني جاي لي في توك توك وهو منظره يعني ما حدش اتصور منظره كان عامل إزاي. أيوه. فالمهم لقيت واحد جايبه فممسكه بقول له أنت حضرتك مين؟ أتاري هو مدرس في المدرسة ونكر عليها اللي هو مدرس. لقيته جاي لي بيقول لي ده ابنك وقع في الحمام. وقع في المدرسين بعد ما ابني وقع في على الارض زملاته خدوه طلعوه فوق. فالمهم التنم قاعدين ابني في الحصه لحد ابني ما فقد الوعي. يعني هو وقع وخدوه في الفصل ما جابوه عملوش لا اسعافات ولا اي حاجه. زملاته اللي هم الاطفال. خدوه طلعوه فوق في الفصل وغسلوا له وشه والمدرسه قاعده حتى ما طلبتلوش اسعاف. فالمدرسين كلك وقفوا بتاع ثلاث اربع مدرسين لدرجه ان عيل زميل ابني بيقول لهم اوديه الصيدليه اللي جنب المدرسه. قالوا له اقعد يا ابني مكانك توديه فين؟ ولقيت مدرس يعني ربنا يكافئه على قد عمله مطلع من نادي مدرس ثاني غلبان في المدرسه بيطلع له 5 جنيه من جيبه بيقول له خد الطفل ده روحه لبيته اصله وجع في الحمام. فحضرتك انا خدت المدرس جالي وخدت الطفل وديته خدت ابني وديته المستشفى. فالمهم في المستشفى قالوا له روح لدكتور مخ واعصاب. رحت لدكتور مخ واعصاب وعملت اشعه لقيت ابني عنده نزيف في المخ. ولقيت عنده كدمه في المخ ولقيت عنده شرخ تحت جفن عينيه وشروخ في ايديه وشروخ في رجليه. طب وكان في وعيه كان بيتكلم ابنك؟ لا كان تايه. كان ابني تايه هيتكلم ازاي في الوضع اللي هو فيه. يا استاذ عمرو انت لو شفت منظر ابني يعني ما تتوقعش لو واحد في الشارع شاف ابن مرمي حتى بالوضع ديت هياخده ويوديه مستشفى. صحيح صحيح. طب هو الحادث ده حصل امتى؟ الحادث حصل الساعة 4. امتى؟ أي يوم؟ النهاردة امبارح؟ يوم الاثنين اللي فات. يوم الاثنين اللي فات. طيب للأسف أنا ما نعرفش حد مسؤول نكلمه. طيب وبقيت نجري بابني وما نعرفش حد مسؤول نكلمه. طيب دلوقتي حالته عاملة إيه دلوقتي؟ اهو الحمد لله يعني في استقرار بس كل يوم والتاني ابني يرجع وبتاع وناخده المستشفى نكشف عليه ونعمل له اشعه على دماغه ونرجع تاني. يعني هو في البيت دلوقتي؟ هو في البيت عندي. ومن طيب. لك انا اللي خلاني سكت ده كله اللي انا ما نعرفش مسؤول حتى ما فيش في عيلتي واحد موظف. طب انت وديته مستشفى ايه؟ وديته مستشفى ايه؟ وديته مستشفى الدكتور بتاع المستشفى العام حولنا على دمنهور التعليمي. طب واللي في المستشفى هناك ما حجزهوش؟ اذا انت بتقول انه عنده ارتجاج في المخ ونزيف في المخ. لا ده عملوا له عمليه سعادتك. عملوا له عمليه ده النهارده ايه يا عم شكري؟ ده النهارده ايه يا جماعه؟ انا نسيت. النهارده الثلاث يوم اليوم الاثنين اللي هو اللي فات مش امبارح يعني من اسبوع. لا مش امبارح حضرتك مش امبارح ده انا بقالي اسبوع على الوضع ده وما اناش عارف نوصل صوت الحد. طيب وطلع من المستشفى بعد العمليه بقد ايه؟ طلع من المستشفى بعد العمليه بيوم، يعني عامل عمليه في المخ وطلع من المستشفى بعد العمليه بيوم. ده عمليه ايه اللي في المخ دي اللي بتطلع على العيان بعدها بيوم؟ ده حضرتك تاني الدكتور يعمل له في العمليه من الساعه 1 للساعه 5:30 وانا قاعد قدام باب العمليات. وبعدين قال لك ايه الدكتور؟ الدكتور قال لي عمليه في المخ طلع كده مركب خرطوم في دماغه قال لك ده دم محبوس في دماغه وكدمه وبتاع والكلام ده كله. وطلع بعدها بيوم؟ طلع يا باشا بعدها بيوم والله جبته وجاه. قول لي اسم المستشفى دي مستشفى ايه؟ مستشفى دمنهور التعليمي. طب خليك معايا يا استاذ شكري. معايا دلوقتي مين يا جماعه؟ الاستاذ
دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك دكتور خالد. يعني يمكن سمعت والد الطفل هو بيقول تعمل له عملية في مستشفى دمنهور وطلع بعدها بيوم، يعني ده ممكن يحصل بعدها بيوم؟ أيوه عملية في المخ. الحقيقة أنا أولا أنا ما أعرفش عملية إيه ولا إيه اللي اتعمل، بس هو لو في تقصير معين يعني نشوف إيه التقصير ونحاسب اللي قصر. بس طب هو يعني مبدئيا إيه، يعني أنا ما أعرفش أبعاد المشكلة ولا أعرف إيه العملية. طب هو معاك على الهواء دلوقتي، اسأله يا دكتور خالد. اتفضل يا فندم، إيه المشكلة اللي واجهت حضرتك؟ قول يا عم شكري. أيوه حضرتك، أنا دخلت الأحمد بعد ما بات يوم هناك، فالدكتور طلب مني أشعة مقطعية. فحضرتك انا رحت عملت الاشعه المقطعيه، فلقيت الساعه 12 كده بعد ما طلع المكتب ونزل لقيته بيقول لي اطلع اتبرع بكيس دم عشان ابنك داخل جراحه دلوقتي. هو كان ماله اصلا يا استاذ شكري؟ يعني كان داخل المستشفى بايه؟ اتفضل. ايه؟ كان ماله اصلا؟ كان داخل المستشفى بايه؟ كان ايه حضرتك داخل... كان واقع يا باشا في المدرسه. اتفضل. كان واقع في المدرسه وودوه المستشفى وعنده نزيف في المخ وسابوه. اتفضل. وبعدين طلبوا اشعه مقطعيه وبعدين اتفضل. لا هنا في المستشفى عندنا في البلد طلبوا اشعه مقطعيه وحولونا على دمنهور حضرتك. تمام يا فندم. فروحت دمنهور برضك عملوا له اشعات واجاموا باللازم، والدكتور طلب منه الصبح ان نعمل له اشعه مقطعيه تاني. ايوه. فحضرتك انا عملت الاشعه المقطعيه، فجيت الساعه 12 كده لقيته بيقول لي اطلع اتبرع بكيس دم عشان ابنك داخل عمليات، حتى بنساله عمليه ايه دي ما رضاش يقول لي. بعدين فالمهم دخل العمليات من الساعة 1 طلع الساعة 5:15، حط له بتاع في دماغه كده، خرطوم في دماغه كده على منظر ما تدوروش يعني. وبعدها بيوم حضرتك فكله طلع له الخرطوم من دماغه وقال لي خلاص تقدروا تاخدوه وتروحوا. حتى حضرتك اسم الدكتور انا ما نعرفوش. قول اسم المستشفى، قول اسم المستشفى تاني يا شكري. مستشفى دمنهور التعليم حضرتك. مستشفى دمنهور التعليم يا دكتور خالد. طيب استاذنك بس في اسم الطفل بالكامل او الولد بالكامل، ونرجع لمدير المستشفى اعرف ايه حالته بالظبط ويكتب تقرير. طيب هو اسمه احمد شكري سرحان صح؟ ايوه يا باشا. ايوه السلام. من فين؟ من كوم حماده بحير. من كوم حماده بحيرة البحيرة. طيب هو الولد تعبان دلوقتي يا سيد شكري؟ هو عندي في البيت حضرتك. طيب هو بيشتكي من حاجه؟ يعني قول لي ايه مشكلته عشان نقدر نساعده. لا هو اليومين دول بيشتكي من الصداع جامد، وحضرتك كل ما ياكل لقمه الاقيه مرجعها تاني. وكل ما ايه؟ كل ما يجي يعني ما ياكل يرجع الاكل تاني. مفيش مشكله حضرتك تاخده وتتوجه للمستشفى، وانا هخاطب المستشفى حالا يتحجز ويتعمل له اللازم. اما عن حاله الطفل والعمليه اللي اتعملت ويعني كل اللي حصل منذ دخول المستشفى وحتى خروجه، ده نطلب فيه تقرير طبي من السيد مدير المستشفى، واذا كان هناك اي تقصير طبعا هيحاسب المقصر يعني. طيب ولكن لا نلحق يعني نلحق حاله الطفل دلوقتي، هو محتاج اي حاجه يتوجه للمستشفى فورا يا شكري، وهيتم عمل اللازم له فورا. وديه على مستشفى دمنهور، والدكتور خالد هيكلم مدير المستشفى حالا علشان لعمل اللازم مع احمد. حضرتك يا استاذ عمرو، انا عايز المدرسين بتوع المدرسه يا استاذ عمرو. دي حاجه ثانيه، استنى بس خلينا واحده واحده، يعني خلينا نحل مشكله. خلينا دلوقتي نطمن على احمد وحاله احمد الصحيه. يعني الله المستشفى الله واحد من عندنا من الشارع اسمه الحاج كذاب الاشجر هو اللي وقف جنبه ووصل صوت لكم. طيب ماشي مفيش اي مشاكل. دلوقتي الدكتور خالد هيتولى مسؤولية الاطمئنان على احمد يا دكتور خالد بعد اذنك. و تمام مع حضرتك. اسمح لي ان احنا نتصل بيك يمكن في نهاية الحلقة دي علشان نعرف هل احمد دخل المستشفى ولا لا، بس انت اللي عليك دلوقتي يا عم شكري انك تودي ابنك دلوقتي المستشفى دمنهور. حاضر. تمام، وانا حالا هتواصل مع مدير المستشفى. ماشي، انا بشكرك يا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. وطبعا في شق تاني للموضوع، في شق مهم جدا اللي حكاه لنا والد الطفل، انه الطفل وقع من الدور الثاني في مستشفى 25 يناير في مركز كوم حماده في البحيره، والمدرسه ما عملتش حاجه. كل اللي عملته المدرسه انها
بعتت مدرس من مدرسيها في توك توك، اخذ الطفل بينزف وداه على البيت في توك توك. احنا برضو عايزين يا جماعة نحاول نصل الى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم او حد مدير مدرسة 25 يناير في مركز كوم حمادة في البحيرة علشان نعرف ايه السبب، ايه اللي منعهم انهم يتصلوا بالاسعاف او يودوا الطفل الى المستشفى. يعني لازم نعرف ابعاد هذا الموضوع من وزارة التربية والتعليم.